وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري من الرياض. مساء الخير دكتور أحمد. هذا الانقلاب شكل نقطة تحول فارقة، كيف تغيرت السياسة القطرية بعد هذا الانقلاب والتي نحت نحو الانشقاق عن الرأي الخليجي والعربي الجامع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أختي الكريمة وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. الحقيقة عندما تحل هذه الذكرى المشؤومة التي الحقيقة عادت بالشر ليس فقط على الشعب القطري الشقيق، وإنما أيضا على دول الخليج وعلى الوطن العربي وعلى العالم، لأن هذا الانقلاب لم يأتي لإصلاح وضع في قطر، وإنما جاء للاستعجال والإسراع في تحقيق المشروع الذي كان يخطط ويدبر، ولم يكن يوجد له من يمرره ويسير عليه أو يحقق إلا هذا الابن المنقلب وهو الشيخ حمد الذي انقلب على والده من أجل الإسراع في تنفيذ الأجندة الإخوانية، الأجندة التركية، الأجندة الفارسية، الأجندة التي كانت تبنى وتخطط لها. وفي الفعل قد رأينا ذلك من تدفق المال القطري لإذكاء ما يسمى بالربيع العربي الذي توافق معها ونظام الحمدين، وتدفقت الأموال إلى مصر وإلى ليبيا وإلى العراق وإلى سوريا وإلى اليمن، وهذا ما نسميها الآن هذا الوضع المزعزع. وأتفق مع ما تفضلتم به في حديثكم أنه هذا الانقلاب لم يكن إلا ليكرس هذه المنظمات الإرهابية التي ظهرت مثل القاعدة ومثل داعش ومثل جبهة النصرة والتي كانت تقتات على هذه الأموال، ثم المكنة الإعلامية التي سخرتها أو سخرها نظام الحمدين بأموال الشعب القطري لزعزعة الأمن سواء كان في السعودية أو كان في البحرين أو في الكويت أو في اليمن أو في دول الخليج أو في الوطن العربي. إذا نحن الآن أمام مشروع وضحت معالمه وأصبح واضحا للعالم كله أن نظام الحمدين يمارس دورا تخريبيا في الوطن العربي وفي العالم. نعم دكتور أحمد، بعد حمد بن خليفة جاء تميم بن حمد والسياسة الهدامة ما زالت مستمرة، وهذا يجعل البعض يرى أن حمد بن خليفة ما زال هو الحاكم الفعلي في الدوحة، ما مدى صحة هذا الرأي؟ بدون شك هذا مصداقا لما قلت أنا في بداية حديثي أن هذا الانقلاب هو تكريسا لمشروع، بدليل أنه لا حمد ولا الشيخ تميم هم من يديروا السياسة أو من يدير دفة الحكم، بدليل أن هناك كان هناك مساعي حميدة لاستعادة قطر إلى حضنها الخليجي وإلى حضنها العربي وإنقاذها من براثن التدخل التركي والتدخل الإيراني الفارسي، ومع ذلك لم تنجح كل هذه المساعي. هذا يعطي دلالة أن دفة الحكم وأن البوصلة تدار بأيدي أخرى مثل عزمي بشارة، مثل الإخوان المسلمين، مثل الكيانات المجرمة التي تحتضنها الدوحة. إذن هناك اختطاف كامل للسياسة القطرية والحكومة القطرية، وبالتالي لم يستطيع الأمير تميم وكذلك الحكومة القطرية مثل ما لم تستطيع التي حكومة الحمدين أن تقدم شيء من الحلول للوطن العربي. هذا يعطي دلالة أن الحكم في قطر وأن السياسة القطرية وأن الإعلام القطري أصبح الآن في أيدي منظري الإرهاب ومنظري الإخوان المخربين الذين يسعون إلى تخريب الوطن العربي وبث الفوضى سواء كان في دول الجوار مثل البحرين والمملكة العربية السعودية أو محاولة زعزعة الأمن في القرن الأفريقي مثل مصر وليبيا ومن شاهده الآن. نعم، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري، شكرا جزيلا لك.